<applause> من اليوم عندكم شاعرات بالاهواز؟ بالاهواز عندنا الحمد لله والشكر يعني شاعرات هواي تحيات الهم اسماء حلوه يعني خلي خلي من خلالك انه نوجه لهم تحيه، من الاسماء اللي تشوفينها شاعره حلوه مهمه؟ يستاهلن هنا كلهن يعني بس ما تذكرين واحدة منهم؟ أتذكر بس برأيي يعني هذا السؤال اللي إذا تريد تسألني على الشعراء والشاعرات لا يعني أقول لك يعني اسأل غيري أنا بعدني يعني تلميذة نعت والله <applause> يعني هاي الأسئلة لها ناسها لها الشعراء اللي جاوبوا عليها والله أنا أصفق لك تسلم والله أصفق لك على, على, على هذه تفتحي. الإجابة هذه الإجابة لازم أنه رجعون الشعراء يراجعون نفسهم من يدخلون في يوم من الايام ببرنامج لازم يعرفون شلون يجاوبون حتى اذا كان سؤال المقدم خطا من وجهه نظرهم م -م. يعرفون شلون يجاوبوه انا ممكن انه اه افتهمتي سؤالي انه انا جاي اخذ رايك بهم انا ما جاي اخذ رايك بهم انا جاي اقول لك ذكري لي اياهم تمام انت فهمتي وانا صفقت لك على فهمتي شكرا اي انت فهمتي انه انا جاي اقول لك شنو رايك بيهم لا انا جاي اقول لك اذكري لي اياهم حتى نوجه لهم تحيه وسلام عندنا شاعرات هواي بالاهواز من ضمنهن الشاعره شيماء ناصري الف تحية لها زهراء بتاع. الساري مو عندنا هواي يعني شاعرات الحمد لله والشار. الله يحفظني يلا وان شاء الله نشوفك نجمه ان شاء الله مو بس بالاهواز لا لا استاذ. انت ان شاء الله انت للجمهور طبعا هواي عمي الغالي <سؤال> وايد بالعراق وأني يستاهلون. واحد انا واحد من جمهورك يستاهلون وعلى اللي... راسي اللي من اسمعك افتخر بيك على راسي أحس... اتشرف احس بمتعه اتمنى لك اكيد انه أ... يا رب النجاح شكرا اذا كنت بالدراسه او كنت بالشعر